أستاذ صلاح، في غزة هل نحن أمام اجتهاد سياسي أم أسلوب نضالي جديد مبتكر ربما يرسم ملامح استراتيجية نضالية فلسطينية جديدة بعد عجز النخب والقيادات الفلسطينية بفصائلها المختلفة عن التوافق على بناء استراتيجية نضالية جديدة موحدة؟ بداية مساء الخير لك ولجمهور المشاهدين وضيوفك حياك الله. الكرام، وأيضا نتمنى السلام لأرواح الشهداء والشفاء العاجل لجرحانا البواسل. هذا إبداع فلسطيني جديد، هذه لحظات تسجل في التاريخ الفلسطيني، في اللحظة التي اعتقد الجميع أن صفقة القرن ستمر وأن الفلسطينيين قد توفوا وأن بالإمكان تمرير صفقة أو تسوية مفروضة عليهم. هذا ما اعتقده ترامب والإدارة الإسرائيلية وحلفائها، وفي الوقت الذي هرول العرب للتطبيع وفتحت مساحات لم تكن مفتوحة لدولة الاحتلال، وما بين مقاومة مسلحة مشروعة لكن شعبنا لا يستطيع تحمل كلفتها، وما بين تسوية انتهت ورهان على متغيرات لن تأتي كجود الذي لا يأتي، وعلى طريقة أشبعتهم شتما وفازوا في الإبل، الاستيطان يتسع، القدس تهود، 48 نظام أبرتايد، غزة محاصرة ل 12 سنة، أوضاع كارثية، عقوبات جماعية مفروضة على الناس من السلطة، حصار خانق، الناس ما بين انهيار أو انفجار. هذا الإبداع الفلسطيني الذي يتجلى في اشتراع هذه المعادلة عبر حث الجماهير على التخلي عن الديناميات السلبية التي جاءت نتاج تراكم الأخطاء والخطايا في السياسة الفلسطينية من غياب قيادة جماعية واستراتيجية نضالية وغياب اتفاق على مشروع وطني جامع. هنا اشتراع هذه المعادلة وجاءت لتؤكد على عنوانين أساسيين: جوهر الصراع الأرض فبدأت في يوم الأرض، وجوهر الصراع الذي يوحد الفلسطينيين وسبب سبب معاناة الفلسطينيين هي نكبة عدم اعتراف إسرائيل أو عدم قبولها بعودة اللاجئين وفق قرار 194. لذلك كانت مسيرات العودة لتسلط الضوء على واقع غزة الكارثي، وتسلط الضوء أيضا على وضع 48 الذين يعانون من نظام الأبرتايد وفي الضفة في الاستيطان وعمليات تهويد القدس، وأيضا في الخارج معاناة اللاجئين، وأيضا القدس مهددة بما يتزامن مع الذكرى 70 للنكبة بنقل السفارة الأمريكية إلى القدس، وبالتالي كان لابد من رد. العالم لن يكون ملكي أكثر من ملك، فجاء رد الفلسطينيين بهذا الإلهام والإعجاز. غزة الذي اعتقد الجميع أنها يعني قد انتهت وأن بمقدورها يعني خلاص أن يتم تصفية أو تمرير ما يمكن أن يمرر، وبالتالي تخرج بهذه المعادلة. المعادلة ليست غزة، لأن المطلوب في ذروة الحراك أن يكون في 15 مايو و14 مايو ردا واضحا على نقل السفارة، ردا على دولة الاحتلال بأن هذه الأرض عندما لا تقبلون لا بدولة بحدود الرابع من حزيران ولا 67 وتقولون أن هذا الأمر متنازع عليه، نفتح الصراع من جديد على قرارات أخرى. كل الأرض الفلسطينية هي أرض متنازع عليها وفق رواياتنا التاريخية وفق القرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. لذلك هذا الإبداع الفلسطيني اليوم حققت هذه الرسالة، وحدة في الميدان بعد أن وصلت المصالحة إلى ذروة الانسداد وكادت أن تطاح على أثر تفجير موكب الحمد الله فرج. الجانب الآخر أن هناك غير الوحدة في الميدان، هناك إرجاع إحراج لدولة الاحتلال على كل المستويات الدولية وإظهارها كدولة مارقة ودولة إرهاب تقتل المدنيين العزل، وهذا فعلا حقيقي. الأمر الآخر أنها حققت أيضا جملة من الإنجازات الكبيرة، أعادت الجدل في داخل المجتمع الإسرائيلي الذي حسم خياراته باتجاه اليمين. نعم. لا يؤمن لا بدولة واحدة ولا بدولتين ولا بدولة بغزة ولا برام الله ولا بده يعطي الفلسطيني أي شيء، وبالتالي هذا أمر يعيد الجدل من جديد إلى أنه أن الفلسطينيين فعلنا معهم كل ما نفعل. المطلوب اليوم هو حل واضح وعادل على وفق قرار 194. الجانب الآخر فكفكت هذه الأزمات الإنسانية وعدم النظر إلى قطاع غزة بمشكلة إنسانية ولا رام الله ولا خلاف ذلك. نعم.